للمزيد معي الآن من لندن زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي. عصام مرحبا بك، ما الذي نعرفه عن انتشار أوميكرون هنا في المملكة المتحدة؟ انتشار سريع توني هنا في لندن، تقريبا حتى الآن 30% من الإصابات هي بمتحور أوميكرون. الخبراء الطبيون يتوقعون أن تتضاعف نسبة المصابين كل يومين، وهذا يعني أنه بحلول الشهر المقبل تكون هذه النسخة من الفيروس أوميكرون هي النسخة السائدة أو المهيمنة في الإصابات هنا في المملكة المتحدة، بعد أن كانت دلتا هي النسخة المهيمنة. لذلك هناك تشجيع للناس للتوجه للحصول على الجرعة المعززة، كما قالت السيدة في الكليب الذي أذعتموه قبل قليل، عدد كبير من الناس أخذوا الجرعتين في وقت في مطلع العام الحالي، لذلك معروف أن التطعيم يضعف مع الوقت، لذلك لابد من أخذ الجرعة المعززة. حتى الآن حوالي 20 مليون شخص في المملكة المتحدة حصلوا على هذه الجرعة، لكن هذا الرقم لا يزال بعيدا عن الرقم المرغوب الذي تريد الحكومة والجهاز الصحي من الناس التوجه للحصول عليه. كانت الحكومة قد صرحت أن أي شخص فوق سن 40 يستطيع أن يحجز الموعد للحصول على هذه الجرعة، لذلك هناك تحذيرات، وأيضا هناك تحذيرات من ضرورة أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لكي تكبح جماح انتشار الفيروس، خاصة ونحن على بعد أيام من الاستعداد لأعياد الميلاد ورأس السنة، وعادة هذه الفترة من العام تشهد الكثير من اللقاءات الاجتماعية العائلية والحفلات وما شابه ذلك. لذلك هناك دعوات إلى أن تقوم الحكومة بتجديد الإجراءات والعودة إلى التباعد الاجتماعي وتحديد عدد الأشخاص الموجودون في الأماكن المغلقة. من لندن زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي، شكرا جزيلا لك.